الحقيقة تاني الموضوع أنا محرجة أتكلم فيه، والموضوع محرج للرد. ولكن أنا كنت نزلت فيديو من فترة عن بنت كانت بعتت لي على البرايفت إنها بتمارس العادة السرية عن طريق الشطاف، ومش عايزة أتكلم كتير عشان بس وقت الفيديو، وإن أنا نصحتها تعمل إيه والبنت مشيت على كلامي والحمد لله ربنا أكرمها. فوجئت إن الفيديو عمل 2,400,000 مشاهدة وأسئلة كتيرة جدا، وسيدات وبنات كتيرة جدا بعتوا لي كومنتس كتير، وعلى الانستجرام وعلى الخاص برايفت، وناس دخلت كلمتني على الواتس ويوي متخوفين من حاجات كتير، عشان انا قلت انه ممارسه العاده السريه عن طريق الشطاف بالذات هتسبب مشاكل في المبايض والرحم، وكمان هتسبب مشاكل لما تتجوزي. فناس كتير خافت وقالت يعني ممكن ايه اللي يحصل لنا. كان المقصد من كلامي انه ممارسه العاده السريه عن طريق الشطاف انه هيأثر على المبايض او على الرحم، يعني بيعمل التهابات او احتقان في المبايض، يعمل لك التهابات واحتقان في الرحم ويسبب لك الام شديده جدا، خصوصا ان انت بتمارسي الشيء ده مش بشكل طبيعي وانه ما فيش طرف اخر، فده بيسبب كتم المشاعر ويؤدي الى احتقان في المبايض واحتقان في الرحم والتهابات وحاجات كتيره جدا. ده طبعا وانتي بنت. طيب تأثيره عليكي بعد الزواج، تأثيره عليكي بعد الزواج ان انتي هتكوني تعودتي بطريقة معينة ان انتي تخرجي رغبتك كأنثى بطريقة معينة وانتي بنت، فمش هيحصل لك اي ارضاء، ومهما يتعامل زوجك معاكي هتحسي دايما انه في تقصير، هيبقى عندك نوع من انواع البرود، مش هيبقى عندك نوع من التجاوب السريع، هتبص تلاقي بتتجاوبي مع زوجك ببطء جدا، وممكن كمان تحصل بينك وبينه العلاقة الحميمة وينتهي الوقت وانتي مفيش اي حاجة حصلت من ناحيتك، فهتضطري تلجئي ان انتي ترضي ذاتك بالطريقة اللي انتي تعودتي عليها لما كنت بنت، سواء كانت بقى عن طريق الشطاف او سواء كانت عن طريق اي حاجة تانية. طيب لأسئلة الناس الكتير اللي سألوني كتير، هل العادة السرية وممارستها تسبب عقم؟ عند السيدات لأ، لا تسبب عقم. عند الرجال ممكن لو أصيبوا بدوالي في الخصية، وده قصة تانية وموضوع تاني. طب هل استخدام الشطاف، لأنه تقريبا كده لقيت بعد ما نزلت الفيديو ناس كتيرة جدا بتعمل الموضوع ده عن طريق الشطاف، كله بيسألني هل الشطاف يفقد العذرية. عايزة أقول أنه استخدام الشطاف بيبقى موجه على جزء عندك في المهبل، الجزء العلوي. أما لو تم استخدام الشطاف في الجزء يعني الوسطاني اللي هو فقد العذرية ما بيحدثش، ونزلت قبل كده فيديو إلا عن طريق دخول جسم صلب بشكل معين بيفقد العذرية، فممكن الشطاف لو توجه في الجزئية دي ممكن يعمل فقد عذرية، يجوز.